نادي العين الان يتقدم ايضا، ومن المفترض ان يقوم لاعبي فريق نادي العين بالسلام على السيد راشد الهاجري وكذلك نجم حمدون، وهنا ايضا الميداليات الذهبية وتكتسي اللون البنفسجي كما نشاهد الان للفريق البطل. لكن كما ذكرت هذه البطولة هي فترة اعداد ليس الا، يعني فارس جمعة القائد يتقدم الاول، اولا يصافح ايضا حمدون، مهند سالم، محمد احمد، عندك احمد برمان اللي تم اختياره كافضل لاعب في هذه المباراة، محمد عبد الرحمن، احمد الشامسي، كيمبو، هدف جميل كيمبو، وثلاثة اهداف، هو هداف البطولة بالمناسبة كيمبو، وعندنا ستوك، وعندنا اسماعيل احمد، وبعد ذلك لدينا فوزي فايز، ريان يسلم، الكوري ليم يونغ، النجم الاماراتي راشد عيسى، والحارس الاحتياطي محمد بوسنده، ومحمد فايز، وخالد عيسى. عن جد يعني جميل انه يكون عندك فريق اساسي وعندك لاعبين في مقاعد البدلاء. هذا خالد عبد الرحمن طبعا الشقيق الاخر لعمر ومحمد، طبعا كان مصاب ولكن اعتقد انه سيكون في معسكر النمسا في افضل اعداد، وجيان كذلك ايضا مع الفريق في مباراة اليوم، ومحمد فوزي الضيف الجديد، وبالتالي هذا خالد خلفان، وهنا جيان، وهنا دياكي، وبعد ذلك عمر عبد الرحمن، والمدرب زلاتكو. زلاتكو اكيد ان عينه مو على هذه البطوله، عينه على جد الجد، على المرحله التي فيها الخساره تعني الابتعاد عن حلم كبير وهو دوري ابطال اسيا. الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الكل يعلم بانه في عالم كره القدم وفي الرياضه، وهنا الرائع جدا ناصر الجنيبي ايضا مع مطر عبيد الصهباني، حقيقه من خيره الشباب اللي تفتخر بمثل هذه النوعيه من الكفاءات الاماراتيه الشابه التي تخدم في قطاع الرياضه، وهذا النجم الاسطوري في تاريخ العين احمد عبد الله الغزال الذي لا زال يتربع على انه افضل هداف في تاريخ كره القدم العينويه، واعتقد انه سيبقى لسنوات طويله. طبعا لدينا الفريق البطل، كاس البطوله والمركز الاول و300 الف درهم للفريق البطل، وهذا كاس البطولة الآن سيقدم من جانب حمدون إلى جيان، وسيرفع بعد ذلك للفريق. ويتمنى العينوية بالمناسبة أن يكون كاس البطولة الدولية السادسة الودية، هو بشرة خير للعين في موسم قادم سيكون صعبا بكل المقاييس، وسيكون العين بالتالي بعد ذلك سيستعد من أجل أن يكون على قد أو على قد هذه التحديات الكبيرة لطبعا الاستمرار في حصد البطولات للقلعة العينوية. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة وبهذه البطولة على شاشة أبو ظبي الرياضية. نلتقيكم بحول الله تعالى دائما وأبدا عبر هذه الشاشة أبو ظبي الرياضية في مناسبات قادمة بحول الله تعالى. أرجو أن لا تغيروا الشاشة، أن تبقوا مع أبو ظبي الرياضية. ألتقيكم بحول الله تعالى في مناسبات أخرى قادمة وعلى هذه الصور لجيان الذي أراح العينوية بعقده طويل الأجل حتى 2018، وبهذه الصور التذكارية لهذه البطولة الودية. أيها السيدات والسادة أشكركم على المتابعة، وألتقي بكم ومعكم بحول الله تعالى على دروب الحب والخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.